في بقى سؤال تاني، ناخد سؤال تاني بيقول برضك متى يكون فرق الجهد بين طرفي بطارية مساويا لفي بي لها؟ الله، متى يكون فرق الجهد بين طرفي بطارية مساويا لفي بي لها؟ انا عندي قانون أم للدائرة المغلقة بقول في بي، في بي تساوي في بي ناقص اي ار زي الفلة، بس خلاص تمام. في فرق الجهد بين طرفي يساوي في بي ناقص اي ار سمول، تمام. انا عاوز الفي يساوي في بي من القانون اللي مكتوب امامك عشان يعني نخلي الحد ده بصفر، خلي الحد ده بصفر، الار سمول ما نقدرش نخليها صفر، تمام. يبقى نخلي التيار صفر، ازاي نخلي التيار صفر؟ مش كده، يبقى عندما يكون الدائره مفتوحه بس خلاص المقامه من النهايه. أيوة. طب ايه رايك بقى لو احنا وقفنا جنب القانون ده، في في بي ناقص اي ار، ايه الملاحظات اللي خبره سعادتك توصيهم؟ هذا قانون ام للدائره المغلقه، تمام. مهم جدا، تمام. يبقى انا يعني انا اتكلم حضرتك وانا هجهز لك حاجات في ذهني، وانت حضرتك قول عايز تقول لنا ايه الكلام الحلو ده. ايوه الكلام الحلو الجميل ده كده، تمام. بس انا هنا رسمت الدايره دي كده، وانا احساس الشخصي مهم جدا الدايره انت رسمتها دي، ونحط هنا احساس شخصيا امانه. أيوة. ربنا دي ان في هنا درجات، تمام، ان هنا في امتحان 2013 ما اعرفش ليه. أنا هنا حط الاميتر ايه، لسانه طول شويه. ايوه ايه جاو. احنا بنعمل الطالب يعمل اللي عليه ويتوكل على الله، تمام. فان شاء الله يفهم المنهج. الدايره المرسومه دي فيها 2 فولتميتر، جميل. فولتميتر متصل بطرفي البطاريه في تمام الشمال، تمام. وفولتميتر متصل بطرفي مقاومه، تمام. اللي تحت ده، تمام. طب انا عندي فيه مقاومه متغيره، تمام، اللي جنب البطاريه، تمام. لو زودت المقاومه المتغيره ايه اللي يحصل؟ عاوزين نشوف ايه اللي يحصل لقراءه في 1 وفي 2. طب هسال سعادتك سؤال. انا دلوقتي عايز ابعت رسالة كلمة كده لكل طلبة مصر، لما الدايرة دي تيجي تفتكر كلمة لازم نبص نشوف الفولتميتر متوصل فين. أهم حاجة هل لو متوصل بين قطبي العمود زي ما يتوصل بين طرفي مصر نهائي، تمام، ده القانون. خلاص يبقى أنت حبيبي الغالي خلي بالك، خليك فاكر وأنا بقولك لازم نبص نشوف الفولتميتر متوصل فين. لو متوصل بين قطبي عمود كويس، يبقى قراءته في في بي ناقص اي ار، ممتاز. لو متوصل بين طرفي موصل يبقى قراءته قراءه عاديه بقى اي في ار، مظبوط الكلام. نشوف تاثير زياده المقاومه المتغيره. سعادتك انا ضعيف قوي، تاخدني واحده واحده. اول حاجه لو المفتاح كي مفتوح، مش هيعمل تيار خالص، اي اي بصفر، يبقى ساعتها يبقى في 1 هي في بي، في بي يبقى قراءة الفولتميتر بطرفي البطارية يساوي قوة الدفع البطارية. لما يكون الدائرة مفتوحة، مفتوح في حالة عدم سحب تيار، تمام، هتبقى قراءة في 2 بصفر، خلاص مفيش، ما يخافش، مفيش تيار ماشي. ايوه مفيش تيار ماشي. طيب عند غلق المفتاح كي، كويس، ماذا يحدث لقراءة في 1 وقراءة في 2؟ يحصل لهم ايه؟ خلي بالكم، استأذن حضرتك، لما كان المفتاح كي مفتوح كانت في 1 اللي هو فوق اللي بين قطبي العمود كان بيساوي في بي، قيمة عظمى، ده أكبر قيمة لها، قيمة عظمى، ما سحبناش منها حاجة، لكن اللي تحت ده كان بصفر، كان بصفر، اللي كان بين طرفي العمود بين قطبي العمود كان في بي، اللي كان بين طرفي الموصل كان صفر. قفلنا المفتاح بقى، ماذا يحدث لقراءة في 1 وقراءة في 1 اللي هو بطرفي البطارية؟ سحبنا منه جزء من التيار، فقراءة الفولتميتر هيحصل لها بتاعته هتقل عن القيمة في بي، تمام، بكام؟ بناقص اي ار، يعني عايز حضرتك تقول عند غلق المفتاح كي يمر تيار، سحب تيار، تمام، يتم سحب تيار من من العمود بالطريق. فتقل قراءة في 1 عن القيمة العظمى بمقدار هسأل سعادتك اي ار سمول، هسأل على راس الاثنين، بس هل هتقل وتصل لصفر؟ لا يمكن تصل لصفر، يبقى في تيار ماشي، تقل ولا تصل الى صفر، بل تصل الى قيمه معينه، أيوة، في بي ناقص اي ار، كويس. يعني حضرتك قلتها بشكل سهل شويه، قلتها هتقل مقدار اي ار، اي ار، جميل كده. اي ار دي لازم يعرف اسمها ايه، اسمها الشغل، ايوه، المبذول داخل العمود، داخل هنعزوه. العمود، تمام، هنعزوه، فرق الجهد المفقود داخل، تمام، العمود، تمام، تمام، هنعزوه ده وهنتكلموا فيه، وذكر ان احنا عندنا شويه نقط حلوين، العدد حظها حلو على فكره، ان شاء الله يكون ده. في 2 بقى يحصل له ايه؟ هيزيد، ما كانت صفر، كان صفر بقى قيمة، اصبح اي ار، اي ار له قيمة. طيب المفتاح مقفول حبايب الشطار، المفتاح مقفول وزودنا قيمة اس،
اس زودناها والمفتاح مغلق او كده المفتاح مقفول مغلق تمام مغلق تمام تمام زودنا قيمه المقاومه اس يعني عمل ايه خلي بالك انا عندي مقاومتين في الدايره ايوه مقاومه ثابته اللي هي بين قطبي العمود ايوه بينها بين طرفي الفولتاميتر في 2 زودنا قيمه اس المقاومه الكليه هتزيد زادت التيار المسحوب يقل يقل فالمقدار نشوف تاثيره على الاثنين بقى الله على الكلام فالمقدار اي ار سمول يقل أيوة. وفي يزيد كويس تمام اما يبقى. ده قراءته تقل عشان اي التيار قلت يبقى في 2 اللي تحت قراءته هتقل نظرا لان التيار قل تمام اما في الطرفيه البطاريه هيزيد هتزيد لان الاي قلت فسحب قليل منها اي ار فينا مشكله كده عشان يبقى طب لو نقصنا قيمه اس العكس بقى العكس. المقاومه الكليه للدايره هتقل التيار المسحوب هيزيد حيزيد. المقدار اي ار سمول يزيد ايوه ففي 1 تقل واو والعكس هنا والعكس يبقى هتزيد يعني هنقدر نقول ان فرق الجهد كان عكس وطردي هنا في الله فين حته كان طرد فين في البطاريه بين طرفي البطاريه هنا وبين قطبي العمود كل في بين المقاومه المجهوله كل التيار ما يزيد قراءه الفولتاميتر تزيد يعني اي في ار يعني في 2 يعني قصد حضرتك في 2 تبقى علاقه طرديه على طول طب وفي 1 عكسيه او تناقصيه بمعنى ادق يبقى احيانا فرق الجهد يتناسب تناسبا طرديا مع التيار حسب واحيانا اخرى بيتناسب عكسيا يتناسب تناسبا عكسيا ارسم الدايره الكهربيه ايوه التي توضح ذلك او العلاقه البيانيه بالظبط وقول وموضح ان اجابتك برسم بياني لو رسمت استاذ الفاضل بين في 2 اي تبقى علاقه طرديه ده طبيعي القانون المناسب في اي ار وطبعا في 2 طبعا ما يساويه الميل استاذ الجميل ايوه هذه المقاومه شكرا المقاومة. المقاومه ايوه طب لو رسمنا بقى هنا علاقه بين في 1 في 1 وبين اي خط مستقيم يقطع المحورين ايوه ينزل ينزل تفتكر بقى هنا بقى بس قول لي بقى ما ينزلش للاخر طول الجزء المقطوع يساوي كام في الانهو بقى في الراسي اللي هو ايه من الفي بي هيساوي في بي تمام كوي. طب مل هذه العلاقه ار سمول اللي هي المقاومه الداخليه تمام فينا مشكله كده لا 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 طب هسال حضرتك سؤال في نفس الفي بيساوي بي ناقص اي ار لان الطلبه دي جميله قوي حظها حلو قوي طب خلي بالك بقى ممكن يقول لك ليه دايما فرق الجهد اقل من القوه الدفع الكهربائيه او علل ليه القوه الدفع الكهربائيه اكبر من فرق الجهد لان فرق الجهد ده ناتج عن جزء محصله ايه جهد البطاريه ناقص فرق جهد المفقود تمام ففي فرق جهد اتفقد يبقى دايما قوه دفع للبطاريه اكبر من فرق الجهد بين طرفيها بمقدار فرق الجهد المفقود طيب لو انا قلت لحضرتك بسبب وجود مقاومه داخليه علشان اي عمود في الدنيا لازم ليه مقاومه داخليه يلزم بذل شغل فيلزم بذل شغل تحريك الشحنه ضد هذه المقاومه في صوره جهد مفقود لان عنده تعريف قفض الكف لبطاريه بصفه عامه تمام. تقدر بمقدار الشغل المبذول لنقل شحنه 1 كولومفين خارج المنطقة داخل وخارج وداخل. يبقى في شغل مبذول في الداخل وشغل في الخارج تمام يبقى هو كده تمام يعني كل الشغل الداخلي ما يقل الشغل الخارجي يزيد طبعاً. يعني فرق الجهد يزيد تمام كده وفي نفس السؤال علل ليه كلما كبرت المقاومه الخارجيه أيوه. بيزيد فرق الجهد بين قطبي عمود ذو قوة دفع كهربية ومقاومة داخلية ثابتتين عايزه يخلي باله ان في بي ثابتة والارسمول مالها بقى ثابتة اعتقد كده الجزء ده خلصت طيب